أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أعزائي طلابي، بناتي، أولادي. إن شاء الله اليوم بنخلص شابتر المسكولوسكيليتال سيستم، حنحكي عن الهيب فراكشر والفراكشر في الفيمر بشكل عام، حنحكي عن الأمبيتيشن إن شاء الله ونخلص الشابتر بإذن الله. الهيب فراكشر واحدة من أكثر الفراكشرز اللي بتوقع للإلدان، خصوصا منهم الفيميلز، لانه في عندنا مشكلتين. المشكله الاولى الاوستيوبوروسيس، هشاشه العظام، والنسبه الثانيه مع التغيرات اللي بتزيد على الجهاز، بتصير على الجهاز العصبي، بتكتر عندهم الوجعات، خصوصا بالحمام، مع ارضيه الحمام والكيراميكا اللي بتزحلق شويه. فبدنا ننتبه لجداتنا وجدودنا علشان ما يصيرش عندهم فراكشر. الفراكشر ممكن يكون انترا كابسولر او اكسترا كابسولر، في السلايد الجاي حنورجيكم ايش الفرق بينهم. غالبا بلزمها سيرجري، اما السيرجري تكون انترنال فيكسيشن عن طريق مسامير او بليتس او ما شابه، او ممكن انه نغير الهب كله ويصير عندنا هب ريبليسمنت. الكير تبعها is similar to that of patient undergoing an orthopedic surgery، بس بدها شوية كير زيادة، خصوصا الكير اللي حكينا عنه سابقا لما حكينا عن الهب ريبليسمنت. عيادة المقصود هنا في الانترا كابسولر، يعني الجزء اللي بده يبقى داخل في الحوض في الكبسولة. احنا قلنا في انواع المفاصل في حاجة اسمها هيد اند اسيتابيولم، عيادة الهيد، وفي بيبقى في عظمة الحوض في جزء هيك زي نص الدائرة لابس فيه. فاذا صار في المنطقة هذه بنسميه انترا كابسولر. اذا صار في المنطقة هنا في التروكانتريك ريجن او السب تروكانتريك ريجن بنسميه اكسترا كابسولار اريا. التنتين سيئات. يا ريت تنتبهوا لي على الكرتون هذه، لانه في بعض الكلام مش مكتوب عندنا، وبالتالي خلينا نطلع عليها على السريع. اول حاجه حنيجي على ريسك فاكتورز، حنقول الايج والفيميلز، وإذا في history of osteoporosis أو إذا في tumor في البونز. هذول يمكن أكثر شيء بيسبب. ما تنسوش كمان الناس اللي عندهم كرونيك رينال فيلير، لأنه هذا قلنا بعمل رينال أوستيودستروفي. من الأعراض تبعتها كالعادة حيكون في pain، unable to bear weight، لو وقف عليها مش راح يقدر يمشي عليها، مش راح يقدر يشيل وزن عليها. leg shortened، الإجر، لاحظ الإجر اللي فيها الكسر أقصر من الرجل العادية. external rotation، الرجل لافة إلى الخارج مش إلى الداخل، لا باتجاه الصايد. deformity along lateral side of the hip if a fracture is displaced، إذا الكسر كله أو مفصول يعني والعظام بعاد عن بعض، هتلاقي المنطقة هذه مشوهة، هتلاقي إنه هذه بدل ما هي جاية هيك عدلة، إنه لا في برز لبرا هنا. ممكن يصير في إيكموسيس. خلينا نشوف الكومبليكيشن. وارد جدا يصير في هيمرج وشوك، لأنه في المنطقة هنا في تو بيج بلاد فيزلز اللي هو الفيمورال ارتري والفيمورال فين. إذا العظمة هذه displaced وانكسرت لجزئيتين، ممكن حفة العظمة هاي تعمل قطع في الفين أو الأرتري ويصير نزيف شديد، وممكن يؤدي في بعض الحالات للوفاة. immobility complications، هذا المريض حيقعد فترة طويلة وهو في بيد ريست، ونسبة كبيرة بالذات إذا كانوا يعني old 80 و85، ممكن يقعد فترة طويلة، وبالتالي complications من bed sores، من chest infections ونمونيا، ممكن يكون سبب وفاة عندهم. طبعا وارد يصير ديليد يونيون، لانه احنا قلنا العمر كل ما كان الشخص هذا اصغر كل ما كان اليونيون اسرع، واحنا بنقول انه الهب فراكشر بصير في الالدرلي، بالتالي حياخذ فتره طويله، ممكن ما يصيرش يونيون بعد يونيون. السيبتيك نكروسز ذا فيمورال هيد، ممكن يصير خلل في البلاد سبلاي اللي بتوصل للمنطقه، وبالتالي يصير في نكروسز لها، ممكن يصير ديفورمتي. نيجي للنيرسينج كير، we need to check doctor order. turn every 2 hours to the operative site. بدنا نحط المريض، ما ينفعش نديره على الشقة هاد، بدنا مرة على ظهره بعدين على الجنب الثاني اللي مش على الشقة، على الشقة المكسورة. بدنا يعمل deep breathing cuffing exercise عشان نتجنب complications, respiratory complications.
We need to monitor intake and output, exercise within when the patient is okay. طبعا الاكسرسايز when okay لما الدكتور يعمل صور اشعه ويقول انه بيقدر يمشي او بيقدر يدعس او يبدا يتحرك، لانه كل ما تحرك او كل ما طلع خلينا نقول اوت اوف بيد اسرع كل ما كانت الكومبليكيشنز هذه اقل. بدنا ننتبه للبيشنت تيتشنج وقتيش يمشي عن بعض الاعراض، بالذات اذا ممكن يصير في عنده دي في تي او ما شابه. بدنا نعمل سبورت ايموشنال للمريض قدر الامكان، ايش المريض بيقدر يشارك في السلف او الاكتيفيتي في الديلي ليفنج يشارك. دايفيرجنال اكتيفيتيز، عشان دايفيرجنال يعني تلهيه عشان يخفف عنه الوجع. نيجي للتريتمنت، في البداية بلزموا التراكشن، ممكن يقعد يومين ثلاثة أربعة على التراكشن، لأنه قلنا التراكشن بعمل ريدكشن للفراكشر، بيشد المنطقة هذه وبتصير الرجل قد الرجل وبيرجع أو وضع العظم أو وضع المفصل لوضعه الطبيعي. طبعا وضع المريض هو اللي بحدد، بعض المرضى إذا كان 80 و85 وعنده هارت بروبلمز ولا كلمة بروبلمز ممكن ما يعملوش العملية، وبالتالي ممكن يقعد على تراكشن كم من يوم وسبه هو ونصيبه، إذا لحم جرح كسره هيو لحم، ما لحمش بيقدرش يعملوا له عملية بخافوا عليه. فبالتالي the treatment depends on the client condition and the time since the fracture was sustained وكمان على نوع الفراكشر. إذا صار surgery ممكن يكون internal fixation عن طريق plates و pins أو إنه نعمل له prosthesis أو بالأحرى بنقصد فيها إنه نغير الهيب joint. نيجي للكلينيكال مانجمنت، تريت كو اكزيستنج ميديكال ديس اوردر. طبعا احنا بنحكي عن الدرن، قلنا 75 80 وبالتالي نادر ما تلاقي واحد من الناس هذول مع سكر ولا ضغط ولا قلب ولا كليه ولا ما يحزنون. ثالث في كارديك بروبلمز او بيرفرال فاسكولار ديزيز او نورولوجيكال بروبلمز. في البوست اوب يوجوالي بالذات اذا غير المفصل بدنا نخلي البوزيشن تبع رجله، تذكرين المخده اللي من هنا عامل زي شبه المنحرف، بكون الضلع الاصغر في الجزء الاعلى من الجسم، يعني لو بدنا نرسمها هيك بدها تبقى عامل زي المخروط بالشكل هذا، جزء الرفيع بين الرجلين او باتجاه الهب والجزء والحرف الكبير من المخده باتجاه الاقدام او باتجاه الركبتين، لانه قلنا بدنا المريض تضل رجله في النيوترال بوزيشن، بدنا اياه تضل في ابدكشن بوزيشن، وبدنا رجله تبقى عدل بالشكل هذا. عشان هيك ممكن نحط هنا اكياس محاليل او اكياس رومن او حاجه بنسميها تروكانتر رولز، حنحكي عنها لاحقا. بوست اوف كير بيلزم تقريبا نفس الحاجات الروتينيه من فيتال ساينز من اوبزرفيشن، الفايف بيز بشكل مستمر بدنا ننتبه لهم، اذا في درينج we need to check drainage, check for bleeding. الدار اللي بدهم special care تقروهم هدول لشوية. سمونا من هذه، بس أنا خلينا ننتبه في حالات الكسور هذا الكين هذا العكاز وفي النوع الثاني يا ناصر ايش اسمه؟ العكاز اللي بيجي تحت ال تحت الأباط، غالبا إذا عكاز كان من هذا النوع بيكون عكس الجزء المصاب. أيوه هو هذا الكرتش اللي أنا نسيت اسمه قبل شوية، هذا هو المقصود بالكرتش. هاي أشكال كيف ممكن يتم فيكسيشن الانترنال فيكسيشن حسب الكسر قلنا. بالتالي هنا لاحظ بس مكتفين المسامير، هنا حاطين بليت مع مسامير وهنا كمان بليت مع مسامير حسب الكسر، لاحظ هنا في أكثر من كسر. نيجي للفراكشر في الفيمر، في الفيمر شاف مش في الكبسولة مش في المفصل نفسه، يعني ما بين المفصل تبع الهب وما بين مفصل الركبة. تالي هنا بدنا نحافظ انه اللور ليج اند فوت اند هيب اكسرسايز تو بريفنت ماسل كونتراكشن اند امبروف سيركيليشن.
المريض حتى وهو في جبس، قلنا ممكن يعمل muscle contraction علشان يحافظ على العضلة ما يصيرش فيها أتروفي أكثر من اللازم. الفوت ما بيكونش عليها في هذه الحالة جبس، وبالتالي المريض بدوش ينساها، بده كل شوية يضل يحرك مفصل الأنكل علشان ما يصيرش contraction. نفس الكلام في المفصل تبع الهب. قدر الإمكان بدنا يكون في early ambulation، وقت ما يسمح الوضع الطبيعي، الطبيب لما يعمل evaluation للحالة ويلاقي انه الوضع بيسمح انه يمشي بدنا اياه يدعس عليها، لانه احنا قلنا احد العوامل اللي بتسرع من الهيلينج تبع البونز وتبع الفراكشرز هو الويت بيرنج. طبعا بيلزم فيزيكال ثيرابي، امبوليشن اند ويت بيرنج عمال حكينا عنها، طبعا في البدايه عن طريق ووكر، بعد هيك شوي شوي ممكن المريض يستغني عن الاسيستد ديفايسز. اكتف اند باسيف ني اكسرسايز are begun as soon as possible عشان ما يصيرش contraction وما يصيرش في ضمور في العضلات وتيبس في المفصل تبع العضلة. هذا المقصود في الفراكشر اوف شات. هذا في الهب، هذا ثلاث اماكن فيها كسر في الشاس. طبعا كالعاده بيلزم التراكشن للمريض، سواء سكلتن تراكشن انه هو الغالب اكثر من السكن تراكشن. نيجي للنيرسينج كير والاسسمنت للبيشنتس اللي عندهم هيب فراكشر. معظم الكلام يمكن احنا حكيناه، بس التكرار بين الشطار. ومن اهم الفراكشرز اللي ممكن تشوفوها في اسئله الامتحانات هي الهيب فراكشر. بدنا نعمل اسسمنت، ناخذ هيلث هيستوري اند بريزنس اوف كونكونتنت بروبلمز، اذا المريض عنده قلب، عنده ضغط، عنده سكر او اي مرض مزمن اخر. بدنا نشوف البين degree of pain نعمل evaluation له. طبعا ال vital signs هاي روتين لهم بما فيها respiration, level of consciousness, إذا في أعراض شوك. بدنا نعمل assessment لل affected extremities بما فيها frequent neurovascular assessments. تذكروا ال 5 P's دائما، دول خليهم في بالك واحنا بنحكي على جسم العظم. بدنا نعمل assessment لل bowel elimination ولل bladder elimination مع المريض، لانه حيقعد فتره طويله وهو في بيد في بيد ريست، ممكن يصير معه كونستبيشن، وبالتالي بدنا نعمل اسسمنت للباول ساوندز التيك والاوتبوت. ممكن يصير عنده كومبليكيشن بيد سورس، وبالتالي بدنا نعمل فريكوينت اسسمنت للسكين كونديشن، للانكزايتي والكوبينج ميكانيزمز. النيرسينج بروسيس دايجنوسيس، نيرسينج دايجنوسيس من اهمها acute pain and impaired physical mobility. طبعا الباقي كله غالبا نتيجة القاعدة في السرير كتير. impaired physical integrity, risk for impaired urinary elimination, risk for ineffective coping, and risk for disturbed thought process. ال complications يمكن حكيناها أو تقدر تستنتجوها. hemorrhage، خصوصا احنا حكينا انه في two big veins قراب من المنطقة، فممكن يصير هومرج إذا صار في دمج للفيوال فين أو الفيوال آرتري. ممكن يصير peripheral neurovascular dysfunction، يصير خلل في blood supplies، وبالتالي بالذات إذا صار خلل في الآرتري ممكن يصير blood supply للديستال بارتس مش كفاية. مع القعدة في البيد لفترة طويلة ممكن يصير DVT، ممكن يصير pulmonary complications، ممكن يصير pressure ulcers أو sores. Major goals طبعا من أهمها to relieve pain and achieve pain free status. بدنا نحسن الفانكشنال أو الفانكشن تبع الهيب and stable hip. بدنا الوونز يصير لهم healing. We need to maintain normal urinary elimination، طبعا معها كمان prevent constipation. Use of effective coping mechanism، بدنا المريض يضل oriented، بدنا المريض participate in decision making، بدنا ما يصيرش complications. نيجي للريليف بين، طبعا كالعاده بدنا ندي analgesics، بدنا نستخدم التراكشنز. طبعا الاستراكشنز غالبا قبل العمليه، قلنا بخفف الالم، بيرجعوا العظم، بيعملوا ري الاينمنت او للبون، او بيعملوا reduction للفراكشر. لما نيجي نغير البوزيشن تبع المريض بدنا نكون جنتل، ويكون معنا واحد بس وظيفته انه
يهتم ويغير البوزيشن تبع الرجل هذه اللي فيها الكسر. support extremity with pillows and when moving بالذات لما نحركه ونغير البوزيشن تبعه نحط مخدة ونحط ايدينا تحت المخدة ونشيل الرجل تبعت المريض من المخدة. position for comfort كل فترة تفكر المريض انه يكون البوزيشن تبعه تمام. frequent position changes يخفف برضه من الوجع. alternative pain relief methods من distractions بس قلنا بالذات اذا مرة مسكها جوالا ياما لو ممكن هاي تبقى مرة عجوز كبيرة بتعرفش تقرا وتكتب. promoting physical mobility واحد من اهم الحاجات اللي ممكن في بعض الحالات للاسف الشديد ما نقدرش نوصلها اذا كان ختيار كبير ومش قادرين نعمل فيكسيشن ولا نغير الجوين وحيضلوا في السرير هذا. واذا صار هيلينج ممكن ياخذ 5-6 شهور وفي الخمس ست شهور الله اعلم يصير في ايش كومبليكيشنز عنده ممكن يروح فيها او تروح فيها. maintain neutral position of the hip شفت في الصوره لما حكيت في الصوره قلنا بدنا الرجل تبعت المريض تكون نيوترال عدله يعني القدم تبعته واقف بزاويه 90 درجه عن اليمين والشمال. عشان هيك ممكن نستخدم تروكانتر رولز. تروكانتر رولز مرت عليكم في الفاندمنتال بتجيب بشكير بتضلك تلف فيه بصير البشكير زي الاسطوانه بس بتخلي حوالي 20 سنتي من البشكير مش ملفوفات هدول بتحطهم تحت رجل المريض او تحت فخذ المريض بتضل الجزء اللي زي الاسطوانه بتحطه على الجزء الخارجي من الفخذ عشان الفخذ هذا ما يميلش والقدم معاه ما يميلش يصير external rotation. We need to maintain abduction of the hip بالذات إذا عملنا أو إذا كانت العملية عبارة عن تغيير للمفصل وحكينا عن الابدكشن قلنا في abduction pillow زي عامل زي شبه المنحرف وقلنا الحرف اللي أصغر هو بيكون ناحية الهم والحرف الأكبر بيكون ناحية الركب. isometric أو squat sitting أو gluteal sitting exercise اللي هو المريض يعمل contraction حتى وهو مش واقف وهو مش ماشي نعمل contraction للعضلات هذه علشان يضل إلى حد ما حجمها ما يصغرش كتير. use of trapeze عشان يساعد في الموبيليتي والتغيير البوزيشن. trapeze اللي هو المثلث اللي بيبقى معلق فوق راس السرير تبعين العظم كلكم شفتوهم. لما يسمح له الطبيب انه to be out of bed بده يستخدم الامبيولاتري ايدز بالذات الووكر في البدايه. طبعا هنا بدنا مساعده من تبعين العلاج الطبيعي عشان هيك هذا بده مالتي ديسبلينري تيم. الحاجات المهمة كمان انه بدنا نمنع الانفكشن. تذكروا العظم الانفكشن فيه سيء جدا ممكن يعمل اوستيومايلايتس واحنا بدنا نتجنب الكلام هذا. فبالتالي يوز السبتك تكنيك وذ دريسنج تشينجز بدنا نستخدم ستيرال جلوفز وكل البروسيجر تبعتنا تكون ستيرال في ستيرال. افويد اند مينيمايز يوز اوف اندويلينج كاثيتر طبعا هذا المريض ممكن يقعد فترة طويلة وهو في البيت. يفضل إذا كان ميل نستخدم كوندوم، في ميل لا حول ولا قوة إلا بالله نستخدم الفولي كاتيتر بس نعمل جود كاتيتر كير عشان ما يصيرش يو تي اي عندها. We need to support the coping mechanism for the patient وبالتالي provide and reinforce information. هنا خلينا أقول حاجة مهمة. قد ما تقدر اسمع للمريض أكثر من ما تحكي. وبالتالي وهذا بجيبوا الامريكان اسئله كثيره لما يقول لك في مشكله كذا كذا عند المريض بدي لك خيارات وين تلاقي في خيار tell me more دور على هذا الجواب. So provide and reinforce information ادي معلومات شوف ايش عند المريض اذا في معلومات صح صلحها اذا في معلومات خاطئه عدلها. reinforce غالبا الطبيب بيبقى مدي information للمريض انت بدك تاكد على المعلومات هذه. encourage the patient to express concerns and feelings قد ما تقدر خلي المريض يحكي. support coping mechanisms ايش الكوبينج ميكانيزمز طبعا هنا احنا من اهم الكوبينج ميكانيزم اللي هو social support system الفاميلي ممبرز هم اكثر داعم للمريض وبالتالي قدر الامكان اذا الوضع بيسمح بدنا نخلي حد عند المريض بشكل مستمر او شبه مستمر. encourage the patient to participate in decision making and planning إذا المريض يعني وضعه العقلي بيسمح
انه يشارك في اتخاذ قرارات حبذا انه نسمح له. We need to orient the patient. بدنا طبعا المريض حيقعد فترة طويلة في المستشفى، بالتالي إذا أنتم بتلاحظوا على حالكم فترة الحجر في الجامعات وهذا يمكن الواحد مش عارف إنه إيش اليوم السبت ولا الحد ولا الاثنين، فالمريض بده كل يوم اليوم السبت اليوم الحد إحنا الظهر حاجة زي هيك عشان تخليه أورينتد. Provide for patient safety side rails عشان ما يوقعش. Encourage participation in self-care. ايش بيقدر يعمل لحاله خليه يساعد، لانه قلنا هذا بيساعد انه يرفع من السلف ستيم تبع المريض. Encourage coughing and deep breathing exercise عشان نقلل من المشاكل والcomplication اللي ممكن تصير في respiratory system. Encourage adequate hydration وهذا له عدة فوائد. نيجي على respiratory system بيخلي البلغم طري وبالتالي بيسهل البلغم انه يطلع. لو جينا على GI system بيدينا بكمية السوائل بيمدنا بكمية السوائل اللي بتلزمنا وفي نفس الوقت بيقلل من فرصة الكونستيبيشن. لو جينا على اليورناري برضه بيزود كمية اليورين وبالتالي بيقلل الفرصة للإنفكشن ولا الكيدني ستونز. Apply hose and crib bandage as prescribed عشان نقلل الفرصة للديفيتي. Encourage ankle exercise برضه والفوت بده يضل يحركها باستمرار وقدر الامكان والني كمان. نيجي لاخر موضوع عندنا اللي هو موضوع الامبيوتيشن اللي هو البتر اللي ممكن يكون كونجينيتال في بعض الحالات واحنا يمكن بنسبه كبيره عندنا تروماتيك خصوصا في فتره الانتفاع مسيرات العوده. كانت بعض الإصابات متعمدة للأطراف السفلى لبعض المشاركين وشفنا نسبة كبيرة من الناس فقدوا أطرافهم السفلية نتيجة التروما هاي اللي صار أو due to conditions such as progressive peripheral vascular disease زي في حالات الدايبيتس انسيبيدس اللي هو الجانجرين أو infections إذا صار في غاز جانجرين نتيجة infection في جزء من الأطراف هذه وممكن يؤدي لسبتسيريا يفضل بتر في هذا الوقت. أو مالجنانت تيومر احنا قلنا في بعض الحالات إذا صار تيومر في أحد الأطراف يفضل بترو. Amputation is used to relieve symptoms إذا كان المريض عنده ألم شديد مش قادر يتحمل الألم زي في حالات الكانسر مثلا أو to improve function إذا في necrosis مش قادر يمشي ومش قادر يتحرك أو to save person's life إذا في infection وفي septicemia يكون عملية إنقاذ لحياة المريض. طبعا أنا the healthcare team needs to communicate a positive attitude to facilitate acceptance and participate in rehabilitation. طبعا الموضوع مش سهل، الموضوع بده خبرة إنه كيف أنت تضلك تحكي بشكل إيجابي. وإحنا يعني في عندنا مثل بيقول من شاف بلوة غيره هانت عليه بلوته. طيب انت يا حاج الحمد لله يعني رجل بدها تروح هي رجل الثاني مع عكاز مع بكره ان شاء الله بيعملوا لك طرف صناعي بتصير تمشي، صحيح مش حتمشي زي الاول بس لسه قادر تمشي. غيرك اقل يعني لو طلعنا على مرضى ثانيين اللي عنده شلل مش قادر يمشي خالص مع انه عنده رجلتين. فهذا الكلام ممكن يخفف من حده التوتر والزعل والحداد عند المريض ويصير في نوع من الاكسبتنس. واحنا الحمد لله ديننا انه ايماننا بالقضاء والقدر بيساعدنا في هيك حاجات بشكل كبير. بالنسبه للسيرجيكال امبيوتيشن اللي هو احنا بنعمله واللي هو اكثر شيء يمكن بنشوفه في حالات الدايبيتس وحالات الانفكشن. وحكينا على التروماتيك امبيوتيشن نتيجه كراشت انجري حادث سياره او ما شابه. بالنسبة للليفل امبيتيشن نلاحظ ان يمكن معظم حكينا على الامبيتيشن في الاطراف السفلية. فاما بنقول بلوني امبيتيشن يعني تحت الركبة او ابابني امبيتيشن. طبعا البلوني امبيتيشن افضل للمريض. ليش؟ لانه لما المريض بكرة يركب طرف صناعي بتضل ركبته تتحرك ومشيته بتضلها الى حد ما كويسة. إنما above knee amputation ممكن أنا حسب الطرف اللي تركب له. إذا عملوا له طرف
ما بتحركش من عند الركبة، حتبقى مشيته صعب شوية. إنما اليم في برضو أطراف صناعية، وفي إلها يعني بتبقى للأبطنية أمبيتيشن، وفي إلها زي الركبة اللي يتحكم فيها المريض، بس بضل بنوع أمبيتيشن أفضل. نيجي لبعض الكومبليكيشنز تبعت الأمبيتيشن. هنحكي هيموريج كالعادة وإنفكشن كالعادة. نيجي لحاجة جديدة علينا، فانتوم لمب بين. مش صحيح، مش جديدة، ما حكينا. مين شاطر ويتذكر وين حكينا عن حاجة شبيهة إلها؟ أكيد معظمكم تذكر في الماستكتومي، سميناه فانتوم بين، قلنا إنه العصب انجرح جديد بيضل المريض حاسس كأنه رجله بتوجع مع إنه رجله مشلولة. هنحكي عنه شوي بالتفصيل لقدام. طبعا حيصير في مشكلة في الحركة والموبيليتي تبعت المريض. حيصير في حاجة اسمها نيروما في المنطقة وين بتخيط الجزء، طبعا الجزء المتبقي من الرجل. يعني افترضنا انه المريض قصينا رجله من تحت الركبة، الجزء اللي باقي هذا من الركبة فوق، او من وين انقصت الرجل فوق، هذا بنسميه لمب. تمام؟ فممكن يصير في المنطقة هاي السفلية مطرح الجرح، مطرح ما تخيط السكن، يصير growth of tumor of nerve tissue، بنسميها نيروما. بعض الأعصاب تبدأ تتكون ويصير فيها تكاثر أو تكبر حجمها وتصير على شكل تيومر، فنسموها نيروما. إذا كان الأمبيتيشن بلوني ممكن يصير فليكشن كونتراكشن، ممكن يصير تيبس في مفصل الركبة، وهذا الكلام بدناش إياه وبدنا نعمل على تجنبه. نيجي للنيرسينج مانجمنت كالعادة. ريليف بين، مينيمايزد ألتر سنسوري بيرسبشن، بروموت ووند هيلينج، انهانسينج بادي ايمج، اند امبروف سيلف كير. نيجي للفانتوم لمبين. فانتوم معناها وهم، ولكن المريض ما بتوهم. الألم هذا حقيقي، الألم هذا لأنه الأعصاب لسه ما تعودتش إنه الجزء اللي منها وتحت راح، فهي بتاخد إشارة كأنه مطرح الوجع كأنه جاي من القدم اللي راحت. تالي the client will complain of pain at the site of the removed body part. إذا كانت الإيد اللي رايحة يقول لك إيد بتجاني، إذا القدم أو بلوني يقول لك إنه رجلي راحة. وهذا غالبا بيكون في الأيام اللي بعد أو الأسابيع اللي بعد الجراحة. قلنا في البريست ممكن يقعد عدة أشهر، في بعض الحالات ممكن يكمل سنة، وحالات نادرة ممكن لسنتين. Usually the pain is intense burning، حرقان أو crushing، حس حاجة بتحرس في رجله، أو في أو أقول لك رجلي حاسس فيها تقلصات. Some clients feel that the removed body part is in a distorted position، يعني في وضع طبيعي. بالتالي لو قال لك أو قالت لك الحجة والله بنيتي حاسس رجلي ما يعني عدلي لي رجلي، بدنا نيجي مش نقول نتمسخر عليها، بدنا نيجي بلطافة. يا حجة أنت عارفة إنه رجلك كان فيها مشكلة وقصناها أو بترناها أو الدكتور عمل لنا عملية بتر، أنت مش بتتوهمي، أنت لسه الأعصاب مش حاسة إنه الرجل صار فيها بتر، فهذا طبيعي. انما انت بخير، لانه المرأة ممكن والله الحج يقول لك شو انا انجنيت ولا انهبلت، انت لا انجنيت ولا انهبلت، انت لسه الاعصاب ما اخدتش ما تعودتش انه الجزء هذا فقط من الجسم. Phantom limb pain must be distinguished from stump pain. Stump قلنا الجزء المتبقي، انا مش عارف ايش الكلمه اللي قلتها قبل شوي على فكره. لمب، لمب معناها طرف، لا هي ستامب، ستامب هو الجزء المتبقي من الطرف اللي صار فيه البتر. طبعا أنا وين مكان البتر بيكون في وجع، وهذا نورمال، نورمال بين، أي جرح وفيه خياطة وهذا بصير فيه ألم. فبدنا نفرق بين الفانتوم بين اللي بيكون في الجزء من مكان ما انقص وتحت، إنما الستامب بين بيكون في مكان ما انقصت الرجل. Recognize that this pain is real. هذا مش وهم،
and interferes with the amputee's activities of daily living. Amputees يعني الشخص اللي في جزء من جسمه ممتوع. Some studies, انتبهوا للجملة هذه, have shown that opioids are not as effective for phantom limb pain as they are for residual pain. هذا مش معناه الجملة انه الأوبيويدز البيتيدين والمورفين ما بيودوش الفانتوم بين، لا بيودوا، بس لو اعطيناه هذا الواحد عنده بين في الستام بين نفس الكميه بخفف الالم اكثر في الستام بين اكثر وبنسبه اقل من الفانتوم بين. هل في ادويه ممكن تخفف الفانتوم بين غير الاوبيويدز؟ اه، وحاجات غريبه وما لهاش علاقه مش مسكنات، زي الكالسيتونين اللي هو قلنا بطلع الثايرويد جلاند، بعض البيتا بلوكر اللي قلنا نستخدمها للهايبرتنشن، بعض الانتي كونفالسنس ادويه الكونفالجن اللي بتعمل ريلاكسيشن للمسل، وانتي سبازموتكس الادويه اللي بترخي العضلات. نيجي للاكسرسايز افتر امبيتيشن، بدنا المريض بالذات للبلو ني امبيتيشن نعمل رينج موشن اكسرسايز لوين؟ للمفاصل اللي حوالين المنطقه، وبالتالي عشان ما يصيرش فليكشن خصوصا في منطقة الركبة particularly وفي منطقة الهب كمان. إذا منطقة الركبة والهب خصوصا المريض ممكن في أوقات كتير يضلوا في السيمي فاولر بوزيشن، لا بدنا نحطه، هنشوف كمان شوي إنه بنحطه في برون بوزيشن في سوباين بوزيشن، بدنا إياه يستخدم للترابيز and اوفر هيد فريم عشان ينقل حاله ويساعد في الحركة تبعته. بدنا فير ماترس، فير ماترس عشان رجله أو في البيلوني امبيتيشن الجزء اللي بيلو ذا ني اللي ضل ما يصيرش إنه تتني ركبته ويصير فليكشن فيها. بدنا المريض نحطه في برون بوزيشن يعني نايم على بطنه كل 3-4 ساعات نحطه نص ساعة زمان. هذا بيخلي كل جسم المريض عدل، وبالتالي بنضمن إنه مفصل الركبة عدل، نضمن انه مفصل الهب كمان عدل. Elevation of lower leg residual limb اذا المريض عامل عملية بدنا نجيب الجزء المتبقي من الرجل ونحط مقدة تحتيه ونرفعه. طبعا هذا في مشكلة في الدريسنج تبعت المريض هذا، المريض هذا له طريقة معينة من الدريسنج، طبعا بدنا نستخدم كريب باندج ونبدا نلف حوالين منطقة الجرح، وبعد اكمل لفة هنا بدنا نحط لف حوالين وسطه. ليش هذا اللف اللي حوالين وسطه؟ إذا ما عملناهاش حنلاقي بعد فترة إنه الدريسنج هذا وقع، خصوصا نطلع على رجل المريض عامل زي شكل مخروط. فمهما تحزقها طبعا ما بدناش نحزقها كثير هنا عشان البلد سبلاي تصير واصلة، عشان هيك لازم نجيب لفتين ثلاثة على وسط المريض. هذا الكلام تقريبا كله حكيناه، ترجعوه بحصلكم إياه. نيجي للسايكولوجيكال بارت، بده المريض على سايكولوجيكال سبورت وبده دعم نفسي لانه ممكن يفقد شغله هذا البني ادم، ممكن ياثر على حياته، اذا مش متجوز مين حيلاقي واحد يقول لك انا بدي اتجوز وهذا. وبالتالي بدنا نفكر في البروستيسيس فيتنج اند يوز. ايش يعني البروستيسيس فيتنج اند يوز؟ بدنا فيزيكال ثيرابي. طبعا حياخد وقت هذا عمين متهيألي بيستخدم كلمة يست والضعف انه ياخد وقته، وهذا ممكن ياخد عدة اشهر 5-6 شهور اكثر او اقل حسب وضع المريض وحسب الكارديوفاسكولار سيستم وحسب البلاد سبلاي للمنطقة، عمين ما المنطقة تصير جاهزة نركب فيها مفصل. طبعا بده فوكيشنال ثيرابي اوكيبيشنال ثيرابي، ناس يساعدوه كيف يستخدم الطرف هذا بشكل جيد، وممكن هذا يصير تأقلم، يصير تغيير في الشغل تبعه إذا في مؤسسة أو ما شابه. Use a multidisciplinary team approach، طبعا أنا بلزمنا physiotherapist، بلزمنا nurse، طبيب، vocational therapist وما شابه، والمريض بده teaching باستمرار حتى يتأقلم على الوضع الجديد تبعه. نيجي للnursing process and the care of the patients with amputation، كالعادة الassessment
دائما النيوفاسكولار ستاتس الفايف بيز دائما ورانا ورانا. هتقول يا دكتور طب ما فيش بلس، طب لا، ما انت ممكن تعمل اسسمنت للفاسكولار سيستم عن طريق الكالر تبع المنطقه وعن طريق درجه الحراره. اذا كان دافي وبيساوي او درجه الحراره تقريبا بتساوي نفس درجه الحراره في الطرف الاخر فاحنا بخير. Signs, we need to look for signs and symptoms of infection. بدنا نشوف نعمل assessment للنورولوجيكال status للمريض. فأنا طبعا بدنا نزود البروتينات علشان تساعد في the healing process. إذا في concurrent health problems أمراض أخرى مزمنة. Psychological status and coping mechanisms بدنا assessment. مش هنجيب حاجة جديدة في ال nursing diagnosis. Acute pain and risk for disturbed sensory perception أو phantom pain. Disturbed body image نتيجة إنه فقد طرف من أطرافه. Ineffective coping. طبعا إحنا كمان مرة ديننا وإيماننا بالقضاء والقدر بس عنا فيك حاجات إنه نتقبل الإشي هذا. Risk for anticipatory or dysfunctional grieving. المريض يحزن حاله. Grieving معناها حداد. أنا بكرة إيش بدي أعمل وبدي أعيط وأنا اللي كنت وأنا اللي صرت وكنت أشيل فلان وأوديه على البحر وأرجع ما بقولش أي الحين مش عارف لما بدي حد أروح على الحمام بدي حد يساعدني. ممكن تصير سيلف كير ديفيسيت أو impaired physical mobility خصوصا قبل ما يتركب له الطرف الصناعي. collaborative problems والcomplication ممكن يصير bleeding وhemorrhage أو infection. ممكن يصير بتسورز وskin breakdown. الميجر جولز ريليف بين ابسس اوف altered sensory perception بدنا يصير wound healing acceptance للوضع الجديد and resolution of the grieving process نساعده انه يمر من المرحلة الحرجة هذه. Restoration of physical mobility طبعا مش حيرجع زي الأول إنما بدنا نرجعه لأفضل إشي ممكن هو ممكن يوصل. بدنا قدر الإمكان نتجنب انه يصير عنده complications. نيجي للبين كالعادة administer analgesics إذا كان البين في الستامب. إذا كان phantom pain حكينا عن medication اللي ممكن تساعد في تخفيف الphantom pain قلنا زي الكالسيتونين والأنتيكونفالسنس والبيتا بلوكرز. change position frequently يساعد في تخفيف الوجع. putting light sand bags on residual limb كيس طبعا مش بالضرورة كيس رمل أو شيء تقول هذا بيساعد بيخفف في الوجع إنه أو كيس محلول ممكن. alternative methods of pain relief زي التنس أو transcutaneous electrical nerve stimulation وهذا اللي راح فيكم على قسم العلاج الطبيعي ممكن يكون شافه إنه هو بعمل stimulation للعصب عن طريق جهاز كهرباء محدد. pain may be an expression of grief and altered body image ممكن يكون برضو نفس الإشي أكثر من إنه ألم عن جد. we need to promote wound healing by sterile technique للدريسنج. وي نيد تو هاندل ذا لم جنتلي ونساعد انه نرفع قلنا الستامب هذا على مخده عشان نسرع الدرينج ونخفف الإديمة. ريزولفينج جريف اند انهانسينج بادي ايمج طبعا هذا كلام شويه بده اكسبيرينس. انكارج كوميونيكيشن اند اكسبريشن اوف فيلينج قد ما تقدر خلي المريض يحكي. كرييت ان اكسبتنج اند سبورتيف اتموسفير دائما تكون ايجابي ما تكونش سلبي وانت بتحكي مع المريض. provide support and listen هي جاي كلمه listen. encourage patient to look at يطلع في ناس بيستجريش يطلع على الجزء المبتور تبعه ويحسس عليه ويحط ايده عليه واذا بيقدر يلف الدريسنج او حاجه يساعد اي حاجه يساعد هذا بيساعده انه يصير الاكسبتنس بشكل اسرع. help the patient to set realistic goals طبعا هالحين انت مش راح تلعب كوره بدها تكون الجولز تبعتك في حدود المعقول. help the patient to resume self-care and independence قدر الامكان لانه اذا انت بتحاول تعمل له كل شيء راح ياثر على السيلف ستيم تبعه. طبعا ممكن يصير في ريفرال تو كونسلرز and to support groups. support groups احنا قلنا الناس اللي مصابين بنفس نوع المرض او نفس الحاله. اتمنى انه في يوم من الايام يصير لنا حاجات زي هيك. نيجي للفيزيكال موبيليتي. proper positioning the limb قلنا avoid abduction بدنا يكون abduction مش abduction.
بدناش يصير external rotation and deflection للهيبس وللهيب وللني جوينتس turn frequently, وبدنا حكينا انه نحط المريض كل 3 4 ساعات في البون بوزيشن. لما نسمح له يطلع اوت اوف بيد بدنا يستخدم الووكا. range of motion exercise للني جوينت وللهيب جوينت, ومسل سترينثينج اكسرسايز للكوادراسيبس وللجلوتيال ماسلز. prosthetic care بدنا نحضر الستامب هذا عشان يتقبل الطرف الصناعي. تالي روبر باندجين لنمنع الانفكشن, بنعمل مساج عشان نخلي الريزيدوال او المنطقه هذه شوي طف, لانه ممكن طبعا يعطف عشان لما بكره يصير في ضغط على الطرف الصناعي ما يصيرش في الم في المكان او في الجزء اللي لازق للطرف الصناعي من الستام. خلصنا هيك الحمد لله, استودعكم الله, وان شاء الله الى لقاء قريب في الوحدة الجاية. سلام عليكم.